بلاك روك، أكيد سمعت بهاي الشركة جديد، الشركة اللي بتتحكم بالعالم كله، وبلاك روك بتتحكم بأضخم بنوك بأمريكا، بأضخم شركات تأمين بالعالم، وبأضخم منصات إعلامية بالعالم، ومو بس هيك، بلاك روك كمان تتحكم معظم الشركات التقنية الضخمة، بتتحكم ب 10% من سوق الأسهم العالمي، وكمية الفلوس اللي بتتحكم فيها بهاي اللحظة هي 10 تريليون دولار، يعني 1.13 صفر، تعادل نص اقتصاد أمريكا، يعني عم نحكي الصين وأمريكا البلدين الوحيدين الجي دي بي تبعهم اكبر من 10 تريليون دولار، والجي دي بي هي وحده قياس اقتصاد الدوله. اعرفكم على بلاك روك اللي انت في احتمال سمعت فيها جديد، بس غالبا ما سمعت كفايه او ما سمعت اصلا، وهذا الاشي ما صار بالغلط. اليوم بدي اشرح لك بالتفصيل كيف هاي الشركه تاسست، كيف وصلت لنقطه انها بتتحكم بالعالم حرفيا، ما عم ببالغ انه حرفيا بتتحكم بالعالم، والموضوع جد بده صفنه. هلا جايز، كيف الحال؟ معكم عمر، وبدي اشرح لك عن هاي الشركه من الصفر. هلا غالبا لو احكي لك ايلون ماسك، جيف بيزوس، مارك زكربرغ، بيل جيتس، يعني كل هدول شخصيات اغنى مني بكثير اوكي. بس لو احكي لك لورنس فينك، هل حسيت حالك تعرف الاسم هذا؟ ليري فينك هذا الاسم الحركي تبعه، تعرفه؟ لما يحكي لك انه اليهود بتحكموا بالعالم، الناس بالعاده بكون قصدهم عن ليري فينك، هذا الشخص اللي احنا مش سامعين فيه لسه. كيف هذا الزلمه صار اقوى انسان بالعالم، اكثر انسان سلطه، بس من الثروات اللي عملها؟ ويا سيدي بقول لك انه بتاريخ 2 نوفمبر 1952 دخل على العالم شخص اسمه لورنس داغلاس فينك، انولد بولايه كاليفورنيا بامريكا لعائله يهوديه، امه مدرسه انجليزي كانت، ابوه عنده محل بوات، ويعني وضعهم المالي كان نوعا ما جيد، كان غبي بالمدرسه زي معظمنا، بس هو بالاخير صار ملياردير، بس يعني ما كان اذكى حدا بالمدرسه. راح على جامعه UCLA جامعه كاليفورنيا، وبسنه 1974 تخرج بشهاده علوم سياسيه. وهون ادرك صديقنا ليري انه العلوم السياسية مش الطريقة الصح انك تتحكم بالعالم، وهذا الحكي مش من عندي، على وصف اصحابه له بايام المدرسة وايام الجامعة بحكي لك انه كان شخص بحب التحكم كثير، وكانوا يسموه الزلمة اللي دايما بده اكثر من اللي عنده. فالزلمة كان عنده شوي هيك ميول انه يتحكم بالعالم، عادي انه طبيعي عند كل حدا موجود. بعدها كمل ماسترز بالعقارات، كان شو بسموها الاخوة بالجامعة اسمها كابا بيتا فاي، هاي كانت مجتمع سري، عرفته على ناس نوعا ما واصلين، نوعا ما معهم فلوس. طيب شفناه بنولد، شفناه بتخرج، متى بتحكم بالعالم؟ ويا اخوان ما عم ببالغ، لما تلاقي شركات بشهر 6 فجأة كلهم غيروا اللوجو تبعهم، هذا الزلمة هو السبب. لما تلاقي مشهور هوليوود بتكنسل عشانه ما دعم اشي معين او حركة معينة، هذا الزلمة له دخل. ولما تلاقي حروب عم بتصير ما إلها داعي، بحكي لك انه هي سببها الفلوس، عشان يحركوا الفلوس بالعالم، مين بتتوقع دخله كمان؟ هذا الزلمة. واقع كله مصادر وارقام. ستوب. قبل ما تكمل هذا الفيديو، وصلنا مليونين متابع وبحبكم كثير، جد شكرا لدعمكم، اعملوا سبسكرايب، ادعموا هذا المحتوى وكملوا الفيديو. طيب وين بنروح من هون؟ راح قدم على وظيفة ببنك ضخم اسمه جولدمان ساكس، اصحابه بالاخوة تبعته كان كلهم عندهم مناصب بهي الشركة، انرفض اخر اشي ما صبطت معه الواسطة، فعن طريق معارفه كمان راح بلش بشركة اسمها فيرست بوستن لادارة الاصول، واللي هي انك تاخذ ثروات سواء من ناس ولا شركات وتزيدها. هلا بشرح لك شو هذا الاشي عشان ما بعرف، انا كنت ما بعرفه كمان، تمام. ولما احكي لك اصول يعني اي اشي له قيمه. انا شو الاصول اللي عندي؟ البيت، الكنباي، سيارتي، مثلا عندي مكتب، المكتب، شغلات اللي بملكها انا هي اصول الي، فلوسي هي اصول الي، عرفت ازاي؟ اسمع، ما حندخل بالجانب التقني قد ما حندخل بايش بيعمله بالمستقبل. الاشي اللي كان يشتغل فيه هو اسمه الاسيت مانجمنت، بالعربي اداره الاصول. يعني مثلا انت معدل ثروة ثروتك هو 10 ريال، شريت بوظة، البوظة هاي كانت زاكية، صارت ثروتك 5 ريال، هلا عندك فائض بفلوسك بدك تستثمره، بس تخيل انه هاي بالملايين، فبتروح عند إدارة أصول أو بتروح عند شخص بيشتغل بهذا المجال، إدارة أصول زي اللي اشتغل فيها هو، بتحكي لهم أوكي جايز عندي الخمسة ريال هدول استثمروا لي إياها، بسألوا قديش مستعد تخاطر بهاي الفلوس عشان دائما في نسبة خسارة، بتحكي لهم مثلا مخاطرتي 10%، فبحطوا لك إياها مثلا باستثمارات آمنة أكثر، وهي هاي الفكرة، الأشخاص الأغنياء كثير عندهم كثير فلوس، بدهم حدا شاطر بالاستثمار، عنده خوارزميات، بيعرف يدرس السوق، يستثمر له اياهم، فبروح عند اداره الاصول، هاي استثمروا لي اياها، بعدين ببلشوا يستثمروها باماكن، مثلا ممكن يستثمروها بعقارات، ممكن يستثمروها ببضاعه، ممكن يستثمروها باسهم، يروح يشتروا اسهم مثلا شركه ابل وهكذا، بس الفكره منها انه هدول تخصصهم انهم يزيدوا فلوس فقط، يستثمروا، فهو اشتغل بمكان بيعمل هذا الاشي، وكان شاطر كثير بشغله لدرجه انه بحكي لك بسنتين طلع عائد ربح يتعدى المليار دولار للشركه هاي، وبلش يبني
سمعه على وول ستريت انه شاطر كثير بشغله. وبس معلومه اضافيه، مكتبه بالشركه كانوا يسموه اسرائيل الصغيره، ليتل اسرائيل، عشان هو يهودي وفريقه معظمه يهود كانوا. وشوي بتحكي لك عنه كشخص يعني، بس نتعمق بالموضوع هذا بعدين. طيب الحياه كانت فالزلمه هذا قاعد بيطلع فلوس، بس الزلمه هذا مش قاعد بيطلع فلوس لإله، عم بيطلع فلوس لناس هو باخذ نسبه منها، عم بتعرف على ناس اغنياء بس هو مش غني. فبيحكي لك انه خلال فترته بهي الشركه عمل إشي شبه القنبله الموقوته، إشي راح يتسبب بعدين بانهيار سوق الاسهم سنه 2008. هلا هشرحها كمان شوي، بس مش كثير مهم تعرفها عشان تسلسل الاحداث. بس ساهم ببناء سيستم بسمح للبنك مثلا انه مثلا انت شريت سياره اقساط، انت حر بالاخير بس الفائده ما فائده فيها حرام وحلال كثير. فالبنك على مدى الخمس سنين اللي انت قاعد تشتري فيهم السياره بطلع فلوس عن طريق الفائده وبطلع مبالغ حلوه. بس هون في كمان خطر انه هذا الزلمه ما يسدد ويروح السجن، واضرب بمثل بيت وشرط سياره وهكذا. فبنى سيستم بسمح للقرض هذا تاع السياره انه يتقسم لاجزاء والناس تستثمر بالقرض تبعك. بالضبط. اذا خسارة البنك لو صار اشي بطلت كثير كبيرة، بس ربحها مش نفس الاشي، بس هو اخترع هاي النظرية واللي هي غيرت عالمنا للابد. المهم الحياة فلا قاعد بطلع فلوس للشركات بالهبل. الزلمة كان طموح، بده يصير غني، كان يخاطر كثير نوعا ما. سنة 1986 عمل اكبر غلطة بعملها بحياته، خسر من فلوس بنك 100 مليون دولار، ويقال انها كانت غلطة غبية كثير من طرفه انه ما رد على الاشي اللي زي تلفون تبعه وخسر 100 مليون. وقتها صار انسان مكروه بشركة فيرست بوستن، كان اصغر مدير اداري بالشركة وكان على طريقه انه يصير مدير تنفيذي للشركة، لكن بيوم وليلة صار اكثر انسان مكروه بهاي الشركة واكثر انسان مكروه على وول ستريت، ما حدا بثق فيه، خرب سمعته بيوم وليلة. سنة 1988 استقال وبنى شركة اسمها بلاك روك. بلاك روك كانت نفس مبدأ الشغل هداك، انه بيستثمر فلوس الشركات فلوس الناس، بس هاي المرة ركز على إشي واللي هو انه يركز على المخاطرة، عشان هو جاب العيد قبل شوي وخسر 100 مليون وخسر حياته تقريبا، فركز على إشي ما حدا مركز عليه. متذكر الخمس ريال اللي كانت معك اللي عطيتهم لشركة تستثمر لك ياهم؟ بيقدروا يستثمروا لك ياها بإشي على السريع برجع لك فلوس، يعني مثلا يروح يشتروا كراتين تشيبس ويبيعوها، ساعتها مردودها سريع، ممكن مردودها يكون سنة سنتين مثلا، او يحطوا بإشي طويل الامد واللي هو احتمال اصغر يخسر. يعني لو تحط الخمس ريال بعقار بناي اكيد حيزيد سعرها بعد 10 سنين، حطوا بشيبسات ما بتعرف شو بصير. فركزوا على هذا الاشي، على الشغلات الطويلة الامد. وبدايتها كمية الاصول اللي كانت عندها، نحكي الفلوس اللي كانت متحكمة فيها، كانت 5 مليون دولار، كانت فقيرة الشركة. خلال سنة 1993 بعد 5 سنين كانوا بتحكموا باصول بقيمة 20 مليار دولار. فجأة ضخمت الشركة كثير. ليش؟ لاري ذكي شاف انه التكنولوجيا هي المستقبل، فجاب 2 معه جدا اذكياء، تمام، نسميهم احمد وعمر. احمد وعمر واحد ذكي كثير بالرياضيات والثاني ذكي كثير بالكمبيوترات، وصنع نظام اسمه ألادن، علاء الدين. وعلاء الدين بالوقت الحالي هو عبارة عن 5000 سوبر كمبيوتر، كمبيوترات هائلة القوة. وبكل بساطة بدخل مثلا انه اوكي عمر بده يستثمر 5 ريال تبعته عن طريق الذكاء الاصطناعي والخوارزميات اللي عنده والمعلومات اللي بيجمعها من الشركات اللي بيستثمر فيها، بيقدر يطلع ايش احسن مكان تستثمر الخمس ريال هدول باقل مخاطرة. هذا اشي ضخم، هذا غير العالم للابد. يعني تخيل ان الكمبيوتر نسبة غلطه كثير قليلة، بحكي لك شو الاستثمار الصح. وسيستم علاء الدين ليومنا هذا يتم استعماله من اكبر بنوك بالعالم، اكبر شركات استثمار بالعالم، حرفيا لاري دخل تحكمه بكل شيء. يعني اذا انت ما بتستثمر مع بلاك روك انت غالبا بتستعمل السوفت وير تبعهم، او اللي بتستثمر عنده بيستخدم السوفت وير تبعهم، فهو عنده تحكم ضخم بكل شيء. وبحكي لك كمية الصفقات اللي بيعملها هذا النظام باليوم الواحد هي 250 ألف. وبنقطة من النقاط كان يتحكم ب 25 تريليون دولار، اللي هي اكبر من الاقتصاد الامريكي حاليا. يعني اسمعوا المبالغ اللي عم نحكي فيها كثير ضخمة، بس هاي مش فلوس إله، هاي فلوس لناس شركة تبعته بتستثمرهم. بس كمان هذا الاشي بعطيه مرتبة، بعطيه قوة. هلا اختصر لك كثير احداث بحياته مرة واحدة. ب 2008 صار اكبر انهيار مالي بالعالم، لدرجة انه جورج بوش وقتها الرئيس طلب طباعة 2 تريليون دولار عشان يساعدوا البنوك عشان راح تفلس. ولو صار هذا الاشي كان امريكا مش نفس امريكا هلا، كان انهار اقتصادها كامل. مين بيشتغل بصندوق اموال امريكا؟ واحد كان موظف سابق عند لاري فينك ببلاك روك. فعمل الربطة هاي بين لاري فينك ورئيس امريكا. الناتج بالاخير لاري فينك حصل على قوة
هائلة. الحكومة الأمريكية استنجدت فيه هو، هو أنقذ معظم بنوك أمريكا الضخمة من الإفلاس، فهلأ هو بمكان إنه عنده تحكم ضخم. ومو بس حكومة جورج بوش استعانت ببلاك روك، حكومة ترامب، أوباما، بايدن، كلهم استعانوا بلاري فينك. ومو بس حكومة أمريكا، بلاك روك بتملك مثلا أصول صندوق التقاعد تبع اليابان اللي قيمته 1.5 تريليون دولار. الشركة هاي بتحرك فلوس للعالم كله. سنة 2020 بالكورونا نفس الشيء صار، مين عنده تحكم ضخم شركات الأدوية؟ بلاك روك. نشوف مثلا فايزر اللي طلعوا لقاح كثير انتشر، بلاك روك تملك 7.71% من أسهم شركة فايزر، قيمتهم 22 مليار دولار، واللي هو كمان بشككك انه كان عندهم ايد بهذا الاشي. بس اللي انت فهمته مني انه هدول الفلوس مش لبلاك روك ولا للاري فانك. لمين هدول الفلوس؟ لناس، لشركات، حتى في احتمال جزء كبير منهم لفايزر نفسها، انه فايزر بتعطي بلاك روك فلوس تحكي لهم استثمروا لي اياهم، بلاك روك ترجع تستثمرهم لفايزر جوا فايزر. كثير شغلات زي هيك بتصير. هلا الفلوس هاي مش إلهم، هاي أصول هم بيتحكموا فيها، فلوس ناس هم بيتحكموا فيها. بس لما تمتلك حصة كبيرة من شركة، هاد بحطك على البورد تبعهم، بصير عندك رأي باللي بصير، القرارات اللي بأخدوها، بصير عندك تحكم حرفيا. المهم كل هذا اللي صنعه لاري فينك أعطاه تحكم بحكومات، قعداته المسكرة كلها مع رؤساء أوروبا، حكومة أمريكا. بلاك روك تملك حصة بكل شركة ضخمة بتخطر على بالك، أي شركة ضخمة. يعني أنا كاميرتي نوعيتها سوني، خلينا نشوف سوني. بلاك روك تملك 7% من سوني. اسمع أي إشي بخطر على بالك، أي إشي. متى 5.7%، تسلا 5.7%، ألفابت اللي هي جوجل 6%، جي إم موتورز اللي هي عاملة جي إم سي، جيب، كرايزلر، أي سيارة أمريكية بتخطر على بالك، شيفروليت، دوج 10%. أي شيء بخطر على بالك إنه عم نقاطعه حاليا غالبا مستثمرة في بلاك روك. ستاربكس 6.5%، ماكدونالدز 7%، فانغارد اللي هي كمان شركة استثمارية أكبر منافس إلهم بيملكوا حصة ضخمة منها، ومع بعض بحكي لك إنهم يملكوا 18% من شركة فوكس، فوكس اللي عندهم تاعت الأفلام 21st Century فوكس، فوكس نيوز، 13% من كومكاست اللي بيطلع منها NBC، CNBC، CNN، سكاي نيوز، بيملكوا 12% من شركة ديزني، دريم وورك. أي شركة ضخمة تخطر على بالك بيملكوا حصص ضخمة منها. إذن لما تيجي شركة من هدول الشركات بدها تحدد سياسة جديدة بالشركة، لازم يروحوا يحكوا مع شريكهم اللي بيملك 10% وأكثر منهم، بلاك روك. وهذا سبب رئيسي واحد ليش ما بتسمع أصلاً ببلاك روك أو تحكم لاري فينك بالعالم، عشانه كمان بتحكم 90% من الميديا الأمريكية. تخيل منصات الإعلام اللي ما بتتأثر بقراراته تقريباً 10% من منصات الإعلام فقط، منصات التواصل الاجتماعي بتتأثر بسياساته هو. فلما أحكي لك إنه الزلمة هاد بتحكم بالعالم أنا ما عم ببالغ. وزي ما قلت لك كمان مرة، هو مو جد عنده فلوس فيهم، هدول فلوس شركات تانية، بس مين عنده تحكم؟ بلاك روك. مين عنده القوة هاي؟ مدير التنفيذي تبعها لاري فينك. طيب بملك 90% من الإعلام، ليش بده العالم يعرفوا إنه هو هالجد عنده تحكم بالعالم؟ مش فارقة معه، ويعني ما راح يصير إلا إشي بضره لو الناس عرفت، فأحسن له يضل شغال من تحت الطاولة يعمل بده إياه. الفلوس اللي بتطلع لي من هذا الفيديو، لو ما أكلت علامة صفرة اعملوا سبسكرايب، آخر فيديو أكل علامة صفرة كمان، هو بأخذ منهم. تخيل أنا حاليا قاعد بعطي بلاك روك فلوس وأنا ما عندي أي إيد بالموضوع هذا، عشان لو بدي أروح على إنستغرام نفس الفكرة، بدي أروح على تويتر نفس الشيء، شو ضل؟ ولازم تفهم انه مو بس اعلام، ولا بس شركات تأمين، ولا شركات ادوية بس، شركات اسلحة كمان، شركات نفط ضخمة بكل سوق ممكن تتخيله، هذا الزلمة عنده تحكم. طيب الادن، علاء الدين، كيف بجيب هالقد معلومات؟ من العملاء تبعونه، من البنوك اللي بملكها كاملة، من الشركات اللي عنده حصص ضخمة فيها. انت 100% بحياتك دخلت درهم على جيبة هذا الانسان، هاي لازم تستوعبها. طريقة ما فلوسك راحت لعنده. وسيستم الادن عنده معلومات عن كل حدا بالدنيا. واحدة من استثمارات بلاك روك بشركة صينية اسمها هيكي فيجن. بتعرف كيف بالصين بحكي لك انه في كاميرات كل مكان تلقط وجوه الناس، وبكون في رقم تسلسلي للانسان هاد قديش قيمته بالمجتمع، هاي سواليف كلها، هاي طبعا كلها مش مؤامرات، هاي واقع. هو بيملك حصه من هاي الشركه، فبدك تحكي كميه المعلومات اللي عند الزلمه هاد غير متناهيه. الموضوع لما احكي لك اياه بسرعه ممكن ما تستوعب هوله، بس هاد اشي كثير ضخم. وبس هيك كمان شغله تفكر فيها، تخيل لو الادن بطل يشتغل شو بصير باقتصاد العالم كله؟ الاصول اللي بتتحكم فيها الادن حاليا قيمتها 10 تريليون دولار، تقدر بانها 10% من اقتصاد العالم كامل، فشو ممكن يصير؟ يعني اعطيك مثال، بلاك روك اجاها ديل تتحكم بالهيئة اللي بتتحكم بالبنوك تاعت اوروبا، تاعت الاتحاد الاوروبي كامل، وهلأ عم بتم التحقيق بهاي الصفقة عشان اكتشفوا انه بلاك روك تملك هاي البنوك اصلا. انت فاهم قديش الاشي ببني على بعضه؟ انه هو بيكون له ايد بالحكومة هون، وله ايد بالاشي اللي بده يتحكم فيه، اشي لا ينتهي. هلا بس هيك ندخل بموضوع على السريع، دعم الاحتلال كيف بصير؟ زي ما قلت لك انه بلاك روك هدفها بتستثمر فلوس للشركات للناس، وكثير من استثماراتها موجودة بإسرائيل، يعني هي بتلعب عامل كبير بأنه اقتصادهم بيتحرك. ولاري فينك من أكبر الداعمين لإسرائيل، فتقنياً، وهذا الإشي ما بحكي عشان
حبة المقاطعة، بس لو انت مقاطع شركة معينة في احتمال انت بتصرف فلوسك عند شركة انت مش مقاطعها، وفلوسك هاي بتروح للشركة اللي انت مقاطعها. انه العلاقة مش انه لازم هيك، عادي ممكن اصرف هون وتروح لهون، وبالاخير حتروح لبلاك روك اللي هو داعم بشدة. فيعني شبكة جد كثير ضخمة. بس كمان عامل اظن هو مهم، انه لو الادن تلاحظ تغير بارباح شركة معينة وشركة معينة وشركة معينة، انه العامل المشترك بينهم انه بدعموا اسرائيل، وطبيعي هو نظام ذكاء اصطناعي عادي كثير يعمل الشبكة هاي، في احتمال ساعتها يصير تغيير. بس سياسة الشركة عامة معروفة. طيب الـ ESGs، الـ Environmental Social Governance، الحكم البيئي الاجتماعي، كيف صار هذا الاشي؟ بالـ 2019 طلعت كثير حملات ضد بلاك روك انها مستثمرة بشركات نفط وقود وهي تسولي في المحروقات، وهذا بضر البيئة كثير، انبعاثات الكربون، تلوث المي، تلوث الهواء، تسولي في طبقة الأوزون، فعملوا كثير حملات ضده. فهون بلش يغير بسياسات الشركات اللي عنده حصص فيها. يعني شركة موبيل تاعت الوقود خلوهم يديروا بالهم من انبعاثات الكربون تبعها، إلخ إلخ إلخ، وظف أفريقيا كاملة بس عشان هذا الإشي البيئة والاجتماعي. وطلع برسالة نزلت من نيويورك تايمز، رسالة بلاك روك: ساهم بالمجتمع أو خاطر بأنك تخسر دعمنا. ودعمهم بعد ما حضرت الفيديو هذا أنت فاهم شو هو دعمهم، يعني بقاء الشركة على قيد الحياة وبقاء شركات كثير على قيد الحياة. وكيف بيشتغل نظام الـ ESG هذا؟ هو مؤشر بيورجي قابلية الاستثمار بهاي الشركة، ومنه طلع الكانسل كلتشر كامل، يعني ثقافة الكنسلة طلعت من هون، عشان يعني قد ما تلف وتدور الفلوس هي بتتحكم بالعالم. لاري فينك كان ولا إشي لولا الفلوس، درس علوم سياسية، بدل ما يأخذ توجه بالسياسة راح بنى مستعمرة فلوس ضخمة عشان هو فاهم إن الفلوس هي اللي بتتحكم بالعالم. يعني تخيل معي إنه أكبر أسيت مانجمنت وشركة استثمار بالعالم تحكي لك خاطر بأنك تخسر دعمي، دعمهم اللي سواء موجود بالشركة وبتملك حصص ضخمة منها أو تطمح الشركات إنها تأخده إنها تكون مكان آمن للاستثمار فيها. يعني مثلا هاي نايك ESG تقييم المخاطرة، وهاي المؤشر مثلا نايك 19 حط لك ياه بالرينج تبع قليل لو، اذا مخاطرة الاستثمار فيها واطية، انه احتمال اقل تخسر فلوسك لما تحطها بنايك عشان احتمال اقل تتكنسل بسبب عوامل تتعلق بالبيئة او تتعلق بالعوامل الاجتماعية اللي هي بتتضمن الوان على كل شيء بخطر بالك. ولا خليك تفكر شوي زيادة فيها بس خليك معي. وهذا مو بس بلاك روك تستعمله، شركات الاستثمار الثانية صارت تستعمله، انه خلينا نطلع على المعيار اللي عملته اكبر اسيت مانجمنت بالعالم، ليش ما نطلع عليه؟ 19 اوكي آمن. وهاد لادن تشتغل باستعماله بدون ما نناقش الموضوع هاي 100%. أوكي؟ فهون بصفي في شغلة لازم تفكر فيها، إذا هذا المؤشر يعتمد على كل هاي الشغلات وأنا شركة، هل أروح أزود رواتب موظفيني اللي عم بدفع لهم كتير قليل وهذا الإشي حيخسرني فلوس، ولا أروح أدعم ألوان بشدة عشان أوطي السكور تبعي؟ بقدر أعلي رواتب الموظفين، بقدر أهتم بالبيئة أكثر، أعمل عمل خيري كله بكلف فلوس، ولا أشتغل على العامل اللي حيوطي هذا الرقم بدون ما أتغلب كتير، بدون ما يكلفني الإشي فلوس؟ ونعم منه هون تظهر الشغلات اللي كثير غريبة اللي عم نشوفها، الأفلام اللي فيها أفكار غلط، سياسات كل الشركات، ما عم بحكي لك الشركات اللي بتملكها بلاك روك، لا كل الشركات صار مصلحتها يوطوا هذا الإشي. إذا بتلاقيهم فجأة حاول يعمل حملة إعلانية فيها إشي غلط، وأحيانا بصير مقاطعات إلها من طرفنا، وأحيانا الشركات اللي ما بتورجي دعمها لسياسات معينة بنعملها كانسل. يعني شركة كانت متحفظة وضد الأفكار الغلط تتكنسل من الناس عشان ثقافة هذا الإشي دخلت بحياتنا كلنا، فبأثر على تفكير الناس، فالناس صارت معها هاي الأفكار المنحرفة. انه فهمت الدائرة اللي ما بتنتهي هي هاي. وغير هيك في شغلة صغيرة ممكن تطلع عليها هيك خليك تصفن، انه اذا قرارات استثمارات ضخمة ممكن تأثر على حياتك كفرد عم تطلع من ذكاء اصطناعي ما عنده عامل الانسانية، لوين بنروح من هون؟ لوين ممكن يوصل الادن عشان يطلع فلوس؟ لوين ممكن توصل بلاك روك عشان يطلع فلوس؟ فيعني هون بنسأل هذا السؤال كمان، هل كل المؤامرات اللي بنسمعها انه في اشخاص بتحكموا، ناس عندهم قوة هائلة، هل هذا كله هو لاري فينك؟ هل هي مؤامرات ولا جد حقيقة؟ واحضروا هدول الفيديوهين غالبا حيعجبوكم. Love you guys. Bye.